اللوحة كانت فلبي ميدالية فضية وأستر شوخ ميدالية ذهب. هنا الصورة تغيرت. فاليري التي قامت في المحاولة لكن أعطونا على طول نهائي الألف وخمسمائة متر للرجال والألف وخمسمائة متر للرجال. لدينا المغرب، إثيوبيا، تركيا، كينيا، إثيوبيا، جيبوتي، إسبانيا والمغرب. يعني لدينا ثلاثة أبطال عرب هنا في النهائي كابتن سعيد، إضافة لأمريكا، بمعنى لدينا تسعة أبطال، المغرب وجيبوتي. والنظرة التفاؤلية بأن يكون لنا حصة من الميداليات بمشيئة الله، نريد أن نفرح، نريد أن يكون هذا اليوم كيوم سعيد نوعا ما للعرب، لأننا بحاجة للسعادة، بحاجة للفرح، بحاجة أن نفرح بإنجاز يعيد ذكريات الزمن الجميل كابتن سعيد. نعم، أولا دعني أقول بأن هناك أربع أبطال سيتنافسون ومرشحون بقوة لكي يفوزون بميدالية ذهبية. فهناك عبد العاطي إيجيدير، وهناك ميكونان من إثيوبيا، وإلهام تانوي من تركيا، وكيني سيلاس كيبلاغات، لأن أرقامهم قوية جدا، 3:34 هذا السنة، والآخرين من 3:37 إلى 3:39 منهم أمين العلو. فأمنيتي أمين العلو أن لا يبتعد، عليه أن يقترب وخلاص من التكتيك الذي ينتظر دائما هكاك يأخذ كاتيه مسافة. فهذه بطولة فعليه أن يفوز بميدالية، لأن أمير علو كما قلت بأنه له أرقام قوية جدا ولكن ما عنده ميداليات، ونحن نريد أن نحصل على ميداليات حتى يدخل تاريخ ألعاب القوة المغربية. فعبد العاطي إيجيدير مرشح بقوة بجانب الإثيوبي كما قلت والتركي والكيني، ولكن على إيجيدير أن يتعامل مع السباق بذكاء، لأن الإثيوبي والتركي والكيني أبطال أقوياء قويين جدا. نعم الآن رائع جدا تمركز البطل أمين العلو، فتمركز جيد، سباق على مبدو سباق تكتيكي 100%، والجميع سيبحث على السرعة الأخيرة، سيكون صعب، وأمين العلو له فرصة كبيرة جدا إذا استمر سباق هكذا. إذن المنافسة تتجدد من جديد ما بين صاحب الميدالية الذهبية في الدوحة 2010 وهو الإثيوبي الموجود معنا ميكونين، وصاحب الميدالية الفضية المغربي المتواجد عبد العاطي إيجيدير. وهناك طبعا كينيا كانت موجودة، هارون كيتاني كان صاحب الميدالية البرونزية، وهنا كيبلاغات موجود في هذا السباق للدفاع عن الميدالية البرونزية على أقل تقدير. هنا تبادل احتلال صدارة السباق وقيادة السباق، نشاهد إسبانيا تقود الآن كابتن سعيد. نعم هي ليس بقيادة السباق كما نعرف، نعم تكتيكيا، تكتيكيا إيجيدير كما قلت هو يعرف ماذا يفعل. هناك أمين العلو قريب جدا، فعندي إحساس اليوم أمين سيخرج بميدالية، وأتمنى أن يخرج بميدالية، والله أتمنى أن يخرج هذا البطل بميدالية. صحيح إيجيدير هو مرشح بقوة لأنه يعرف، له خبرة وتجربة كبيرة في السباقات التكتيكية، ولكن أمين العلو لا، ولكن أتمنى إذا بقى السباق هكذا أمين العلو سيكون واحد من المرشحين بقوة. لا ننسى أيضا البطل العربي الآخر من جيبوتي سليمان موجود معنا في هذا السباق، وهو صغير السن مواليد عام 92 كابتن سعيد. نعم هو ليس له خبرة كبيرة جدا في الإندور، لم يشارك كثيرا في الإندور ولا يعرف كثيرا عن الإندور، ولكن أتمنى له أن يكون واحد من الثلاثة الأوائل بجانب إيجيدير أمين العلو. ازداد الإيقاع الآن، ازدادت الإثارة، آخر لفتين من هذا السباق، تأخر أمين لعلو، بقي عبد العاطي إيجيدير في الأمام، تركيا تقود السباق، التركي هو الذي يقود هذا السباق كما نشاهد، والمنافسة ما بين تركيا إثيوبيا المغرب، وآخر 300 متر من هذا السباق نشاهد تركيا وأثيوبيا، تركيا أثيوبيا، المغرب في الخلف، هناك صراع كبير، أثيوبيا ندخل نتصارع نتنافس نتسابق نعدو بأقصى سرعة ممكنة ونستعد لحسم هذا السباق. تركيا
تركيا وعبد العاطي، هناك الدخول، هناك المساعدة، هناك العصم في آخر 150 متر. تركيا في الصدارة، المغرب ثانيا، تركيا المغرب، تركيا والمغرب، المغرب عبد العاطي، عبد العاطي يا عاطي يا عاطي، إذا ذهب 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 المغربي عبد العاطي إيجدير يفوز بالنهاية، يحتل الصدارة ويفوز بالميدالية الذهبية. القلب قد أطناه عشق الجمال، أطناه عشق الفوز بالميداليات. نعم، ما أحلى الذهب للذهب. عبد العاطي إيجدير، لك المحبة، التقدير، الاحترام، إنجاز لن ينسى لألعاب القوى العربية المغربية. نعم، إيجدير كان رائع جدا، وشاهدناه كيف تنافس بكل قوة، وهذا الشيء اللي قلنا بأنه يعرف كيف يتنافس، لا يترك الآخرين لهم فرصة حتى يجعلونه خارج لعبة المنافسة. فإيجدير عرف كيف يتنافس بقوة ويفوز بميدالية ذهبية داخل الصالات. تمنيت لو كان أمين لعلو معه من الثلاثة الأوائل، لأنه يستحق بعد الإنجازات الكبيرة التي أنجزها كأرقام. ولكن أقول لأمين لعلو لا تقلق، لأن ألعاب أولمبية ممكن ستعطيك الكثير، وممكن تكون بطل أولمبي. فالبطل الجيبوتي استفاد كثيرا من هذا السباق، استفاد كثيرا من هذا السباق. ودعني أعود لإيجدير الذي تنافس وتقاتل، حتى كما كان هناك الكثير من الدفع، كان كثير من الدفع، ولكن كان رجل. نعم، كان رجل. فمثل الشيء الذي شاهدناه في مريم على ويسلسولي، كيف تنافست وتقاتلت. هذا هو الشيء اللي كان ناقص. مثلا سهام الهلالي لم تتنافس بكل قوة، نعم، لأن قصيرة القامة، لازالت صغيرة في السن، ولكن هذا الشيء كله يتعلمه الإنسان في الملتقيات أو في المسابقات الكبيرة. إذن عبد العاطي إيجدير نرفع له القبعة احتراما وتقديرا واعتزازا وفخرا ونشوة بفوز كنا بأمس الحاجة إليه، الفوز بذهبية السباق الأصلي للعرب. عروسة المسافات المتوسطة تعود للعريس الأصلي العربي. نعم، هذا هو سباق 1500 متر في الهواء الطلق داخل الصالات، نريد دوما أن يكون عربيا بمعنى الكلمة. ويعود السباق للعريس عبد العاطي إيجدير. نبارك هذا الإنجاز ونبارك هذا المستوى، كان رجلا بمعنى الكلمة، تحدى كل شيء، تعامل مع ظروف السباق الفضية لتركيا أيضا.